نتعلم حاجة مهمة جدا، ازاي نعمل تول او اداة اللي هي بنسلك بيها المواسير بتاعة الصرف في المطبخ وفي البيبة بتاعة الحمام وحوض الحمام، حوض المطبخ والحمام، الحاجات دي يعني بتسبب مشكلة بالذات لو انت في الادوار العالية في الخامس والسادس والسابع وال11، لو الماسورة عاوزة تتغير فيلم كبير، السباك هيقول لك مبلغ كبير جدا عشان يغير لك مواسير ويحط لك سقالة ويطلع يكسر ويغير في المواسير والكلام ده. فأهم حاجة المينتنانس أو الصيانة اللي هي الوقاية خير من العلاج. فأنت المفروض إنك أنت تعمل بريودك أو يعني صيانة دورية قبل ما المواسير تتسد. تستخدم إيه مثلا؟ تستخدم مثلا البوتاس. البوتاس دوت تمام حلو جدا ورخيص، مش غالي، الكيلو بتاعه 50 جنيه اليومين دول. وعندك ملح ليمون برضه وكمان البيكربونات، تقدر تخلط الملح الليمون والبيكربونات وده بقى مركب حلو جدا. وطبعا تحطهم في الحوض او في البيبه او البطاس او ميه النار. يبقى عندك ثلاث حاجات، ثلاث مكونات، يا ميه النار المخففه طبعا اللي هي حمض الكبريتيك المركز المخفف، يا اما البطاس، يا اما المكون اللي هو البيكربونات مع ملح الليمون. ازاي بقى؟ بتحط كميه معقوله، معلقتين مثلا من دوت او معلقتين من دوت او حوالي فنجان من او ربع كوبايه من ده المعيار يعني، تقدرها يعني من ازازه ميه النار، اي حاجه من الثلاثه. وبعد كده تستنى حوالي من نص ساعه لساعه، وتحط بتملى حوالي 2 لتر في الكتل ميه مغليه، وتحط بعد نص ساعه لساعه بعد ما تحط المكونات ديت في افترض بقى انت نسيت بقى وقعدت سنه ما تعملش الصيانه الدوريه دي اللي بتتعمل كل شهر، فالحاله انك تعمل اداه اللي هي خرطوم او الواير بتاع الاسانسير، واير قديم للاسانسير بيكون في التخانه ديت او في السمك دوت، شايف كبر كده شويه في السمك دوت نفسه. بس واير الاسانسير مشكله ان هو ايه، عاوز تجيب حته كده وتطعنها وتضفرها كده وبحيث ان هي ما تعملش مشاكل وتبقى مشرشره وتعورك. لكن الخرطوم ده اول ما الخرطوم بتاع الكهرباء اللي يشيل سلك الكهرباء، اي قطعه خرطوم بالمواصفات دي، شوف هو مرن وفي نفس الوقت ايه جامد تمام، يكون طوله حوالي 3 متر. يبقى هو واير القديم بتاع الاسانسير تقدر تجيبه من اي من تحت خرده، او خرطوم بالمنظر دوت، او تجيب الخرطوم اللي ايه البرتقاني بتاع اللي ايه الاسلاك اللي بيشيل اسلاك الكهرباء. طب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الخرطوم بتاعنا كده اهو، ويكون محضرين معانا اللي هي ايه صفيحه المنشار، عارفين احنا صفيحه المنشار اللي هي بنقطع بيها عشان نعمل زاويه هنا ايه 30 سم. مش شقتي اللي هي الشرفتين. بعد كده هنقطع زاويه 30 سم راح خالص كده. طب يعني هو ما عرفتش. طب ادي الاربع سنتيمتر اللي هو 3 سم عشان دول اللي هم هندور كده وندخل الخرطوم، يروح ايه اي حاجات دهون متراكمه عامله مع اتساخ بتعمل حاجات كده ايه ناشفه بتسد الماسوره دي، بقى هتروح تلف عليها الحاجات دي وتروح تسحبها كده فتنضف. ده بقى بنعمله ازاي بقى؟ بنقفل ده كده عشان ده ما يعملش مشكله، فنتني كده اهو شايفين الاتجاه ده كده، وبنعمل المسمار ده خلاص. وقفي برضه يعني المسمار اللي هو الخمسه ال 6 او 5 سم ده الطويل شويه، حطيناه كده عشان يبقى الجزء ده مدبب ونساب عشان يدخل بسهوله. نيجي بقى الطرف الثاني، الطرف الثاني ده هنعمل بقى خرم هنا ونركب فيه حاجه بالمنظر دوت. ليه؟ عشان نلف كده عشان يبقى ايه مسمار بس يكون طويل شويه، يعني مثلا بتاع 10 سم 15 20 سم، بحيث ان احنا ايه ده يلف لما نيجي ندخل الخرطوم ونلفه كده يلف معانا ما يزحلقش مننا. فده لازم فده نخرمه بالشنيور برضه. نيجي الناحية التانية برضه نوسع المفروض يعني ايه
ونروح مدخلين المسمار ده كده. المفروض يبقى ايه بقى داخل حشو شويه يعني اهو بحيث نلف وكده. يبقى احنا عملنا الاداه اللي هي هتنضف معانا وما نحتاجش للدكتور السباك اللي هو هيقول لك على مبالغ كبيره بالذات لو انت في ادوار عاليه، وان شاء الله مش هتعوز تغير مواسير ولا تكسر ولا تجيب مواسير تاني وتغير وتوفر مبالغ كبيره. ويبقى انت عندك بقى كل الحلول، عندك الصيانه الدوريه والتنظيف الدوري بالمصحيح اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، البطاس، ملح ليمون، بيكربونات، معانا ميه النار مش موجوده دلوقتي، وانا قلت في بدايه الفيديو، وعندنا الاداه اللي هي الخرطوم دوت، سواء الخرطوم الكهرباء او اي خرطوم عندك بالمواصفات ديت، ماشي؟ وشوفنا عملنا ازاي. شكرا جدا ليكم.